احد الاخوه يقول: ما الفرق بين الشرك والبدع والغلو في الدين؟ الشرك والبدع والغلو في الدين. الشرك هو بدعه ايضا. الشرك ابتدعه المشركون يظنون انه قربه. المشركون من الجاهليين سابقا والمشركين الان يحسبون انه طاعه، يحسبون انه بدعه، يتقربون به الى الله، يحسبونه ينفعه وهو يضره. وهو اعظم الذنوب، الشرك اعظم الذنوب، هو دعاء غير الله، استغاثه بالاموات او بالاشجار والاحجار او بالنجوم، يدعوهم ويستغيث بهم، يستنصر بهم، يطلبهم الشفاء وردوا اياه ونصر الاعداء، سواء كان هذا الميت او من شجره او من حجر او من صنم او من كوكب او من شمس او من قمر او غير ذلك، هذا الشرك بالله عز وجل. فالذي يدعو الى الله فلا تشرك ولا ترى الله العالم، وان كان يظن انه قربه، وان كان يظن انه دين وانه ينفعه عند الله، هو جاهل عنه. كان المشركون الاول يظنونها قربه، يتقربون الى الله جل وعلا، ويقول: هؤلاء شفعاءنا عند الله، ما نعبدهم الا المقربون الى الله زلفى. ظنوا ان اعظم الذنوب ظنوه قربه الى الله عز وجل بسبب الجهل والبدع. الايجاد عبادات ما شرعها الله، هذه بدع، احداث عبادات قوليه او فعليه او عبديه يظن انها قربه وهي غير قربه من الدين، هذا جهل بدع. والناس يحدثون اشياء من اقوال او اعمال او عقائد يحسبونها طاعه، يظنونها طاعه او عباده، وهي ليست طاعه ولا عباده، بل هي منكر. مثل البناء على القبور، هذه المساجد عليها بعض الناس يحسبها قربه وطاعه، في بناء قبر ابيه ولا قبر جده ويزينه بالفرش ونحو ذلك، هذا بدعه منكر من اسباب الشرك. كذلك بناء القباب على القبور، تجصيصة، كل هذا من البدع. كذلك كتاب الموالد يحسبونها قربة، ومن البدع التي توقع في الشرك وتوقع في الغلو وفي منكرات كثيرة. والغلو معناه الزيادة في الدين، هذا غلو، يعني الزيادة في طاعة الله يسمى غلو. فالذي مثلا يزيد في الوضوء ما يكفيه لا ود ولا طاعة في الوضوء، يصب الماء الكثير وغسل العانة 5 مرات 6 مرات وأكثر من ذلك ويزيه، هذا غلو في الدين. النبي عليه الصلاة والسلام قال: إياكم وغلو في الدين، فإنما هلك من كان قبل غلو في الدين. وقال: هلك من تنطعون، هلك من تنطعون، هلك من تنطعون. وقال: لا تطموني كما أرى سيدنا قال: إنما أنا عبد قول عبد الله ورسوله، رواه البخاري. هذه طاعة الغلو في قلب الكلام، ويقال فيه: إن يعلم الغيب عليه الصلاة والسلام، أو أنه يدعى من دون الله، هذا غلو، هذا إطاعة لا يجوز. أو يقال فيه عليه الصلاة والسلام: إنه ليس بشر، إنه جنس آخر غير البشر، ليس من بني آدم، هذا كذب. إطاعة غلو باطل، الله سمى بشر عليه الصلاة والسلام، ما كان الرسل كلهم من البشر، كلهم بني آدم. كذلك زيادة في الصلوات، يكون يزيد في الصلوات، مثلا يقول لي صلاة خامسة فسادسة، ما يكفيني 5، أنا بحط صلاة سادسة واجب، أقول الناس هذا ضلال وغلو في الدين، نسأل الله العافية. أو يزيد في الأذان أو في الإقامة، أو يقول لا يكفيني سجدتين، في ركعة فيها سجدتان، أنا بحط 3 سجدة في الصلاة، سجدة في ركعة أصلي فيها 3 سجدات، أو ركوعان في الهواء، هذا من الغلو، زيادة على ما شرعه الله في الدين. كذلك يقول رمضان ما يكفي، لا بد من شهر اخر، يدعو الناس الى شهر اخر يصومه، رمضان ما يكفي، لا بد من يصوم معه رجب او ربيع او صفر او ما اشبه ذلك، كل هذا من الظلم.